النهارده افتتاح المهرجان زيتون الثاني بحديقه الحريه بالزمالك، كان تحت رعايه سياده المحافظ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. محافظ مطروح النهارده بتساهم بعدد من الباكيات لمنتجات الزيتون ومشتقات الزيتون. في برضو عندنا يعني مطروح وعندنا سيوه طبعا، وفي عندنا بعض المعاصر اللي مشاركه. يمكن عندنا عدد 15 معصره على مستوى محافظه مطروح، منهم في ناس مشاركين معانا النهارده في المهرجان. محافظه مطروح بتساهم النهارده كمان بمعرض للمنتجات التراثيه والحرفيه، الهاند ميد، حاجات اكسسوارز، يعني حاجات اللي هي تراثيه للحفاظ على الهويه المطروحيه. يعني في عدد، في اقبال كويس جدا جدا في المهرجان النهارده، وان شاء الله يعني في الايام القادمه، لان هو ممتد لغايه يوم 3، فان شاء الله هيبقى في اقبال شديد، وخاصه ان احنا في القاهره وفي حديقه يعني معروفه في القاهره، وان شاء الله خير باذن الله. كل ما هو خاص بالتعبئه والتغليف سواء في منتجاتنا الزيتون، في الزيت، في البلح، مسؤوليتي مسؤوليه مباشره في حته ازاي نعمل منتج يعجب العميل في السوق بالشكل، مثلا في زيت الزيتون لازم يكون عندنا عنايه في اختيار الالوان، في اختيار الشرينك، في اختيار الغطا، في اختيار الاستيكر بالشكل ده. كل ده مسؤوليتي، مسؤوليه مباشره في الشركه. احنا بنستثمر في حوالي من 5 ل 6000 فدان. بنهدف في زراعتنا ان احنا ان شاء الله عندنا حوالي 2000 فدان زيتون. في خلال 3 4 سنين هيكون عندنا ان شاء الله حوالي 10000 طن زيتون. الهدف من المشاركه ان انا جاي اعرض منتجاتي وعرف الناس بان في مزارع بتنتج زيتون بجوده عاليه، سواء زيت زيتون، سواء زيتون مائده مخلل، باصناف متعدده، سواء منزانيلو، سواء عجيزي، سواء بيكوال، في الوادي الجديد. بعرف هنا ان احنا هنا في الوادي الجديد المزارع بدات تتوسع بشكل كبير جدا في كل الزراعات. جايين يا رب نعرف الناس بشغلنا، بمنتجاتنا، ازاي بنصنع زيت الزيتون، ازاي بنعصره على البارد، ازاي درجه حموضته تبقى جوده عاليه. كل الامور دي ده الهدف من المشاركه يعني.